شيخ طارق، هناك من يثير الشبهات يعني حول هذه الآية، مثلا يقول لك المباهلة يعني المحاججة والملاعنة، يعني كيف نوفق بين هذين الأمرين وهذين المفهومين؟ ما هو هنا في شرط: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. يعني انت دلوقتي وضحت لك الرؤيه، صحيح. وضحت لك المساله، وتريد ان تحاجج بعد ذلك. طيب، اذا كنت ولا بد مصمم على ما انت فيه، فتعالى نباهل. فحينما راوا ان المباهله لن يكونوا صادقين فيها، رجعوا الى الخلف وقالوا: لا نباهلك يا محمد، وانما يعني نعاهدك. وهذا ما قد كان. يعني المباهلة هنا إذن الحوار ليست لا أمرا يتنافى مع لازما، أن وإنما تبين هو الحق حوار للآخرين، لهم. يعني يصب في بيان الحق وليس تراجعا عن الحق، أليس كذلك؟ نعم، هو كذلك يا أخي. وليس معنى أنه يدعو إلى المباهلة أنها أمر لازم، وإنما يقول لهم: أنتم تريدون حجة بعد كل تلك الحجج؟ إن كان ولا بد فباهلوا. فاختار القوم ألا يباهلوا حتى لا يهلكوا. وهذا يدل على قوة وأحقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. بالتأكيد. ونجد يعني الكلام المنطقي حينما يقول: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله وألا نشرك به وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الكلام المنطقي، الكلام الجميل، كلام يقبله كل عاقل.